حرف الميم في البداية، 1 2 3 مفرد متصل عندنا شكل ثاني للميم ميم راء مثلا ممكن ميم راء بالشكل ده نكتب محمد وحبينا نكتب محمد بمقاس كبير عشان نشرحه هذه نقطة بنعيد عليها بالشكل ده مسافة من هنا لهنا 3 نقاط تقريبا فراغ ده نقطة مسافة من هنا لهنا 2 نقاط ثم هنا 2 نقاط حرف الميم قلنا بالحركة البطيئة الجزء ده اتجاهه كده 1 الجزء ده اتجاهه كده 2 كده 2 كده 3 في أشكال للميم مع الحاء مثلا عايز ارسم قاف ميم مثلا او فاء ميم
لام ميم. باء ميم. باء ميم بشكل ثاني.